صباح الخير، اسمي إزيس أسيس من الناصري. أنا بشتغل بمستشفى العائلة المقدسة من 22 سنة. بحب أحكي عن عيد البشارة وعن عيد الميلاد بالناصري. أول شي نبلش إنه عيد البشارة هو لما العذراء مريم تبشرت عن طريق الملاك جبرائيل إنه رح يجيها طفل ويكون هو يسوع المسيح. هذا الإشي اللي بميزنا بالناصري، إنه إحنا هاي البلد تبعتنا، بلد البشارة، المغارة اللي إحنا بنروح بنصلي فيها. الناصري بعيد الميلاد بتكون فيها أجواء كتير كتير حلوة، كلياتنا منحس بلد وحدة وشعب واحد، والكل بيحتفل مع بعضه بهذا العيد. العيد ملان كلياته هدايا واحتفالات، بيكون في مسيرة، طبعا مسيرة اللي بمشي فيها مش بس مسيحية، بمشي فيها كمان أسلام وكمان يهود، كلياتنا مع بعض بالعيلة، بقلب العيلة الصغيرة. العيلة بتتجمع كلياتها مع بعض حوالي عشاء مع بعضه، كل حدا بعطي هدية لحدا، بعايدوا على بعضهم بالهدايا وبقعدوا بتعشوا مع بعض. طبعا كمان بحب اقول انه احنا بالمستشفى بنحتفل في عيد الميلاد باجواء كتير كتير حلوه. بكون في عنا بنرفع كاس، بنشرب كاس مع بعض، كاس العيد للتشيرز زي ما بقولوا للعيد، وبنعايد على بعضنا كلياتنا. وفي بنعمل طبعا قداس، صلاه اللي بنصلي فيها عشان الكريسماس مع بعض. هاي بالنسبة لنا بالمستشفى وفي الناصري، كل يوم رح بكون أجواء كتير كتير حلوة.